الخامسة بتوقيت الجزائر مشاهدينا الكرام، أينما كنتم أهلا بكم إلى أخبار الرياضة وإليكم أهم العناوين. قرعة الدورين ثمن وربع النهائيين لكأس الجزائر تسفر على مباريات واعدة تجمع بين فرق تبحث عن التأكيد وأخرى لصنع المفاجأة. في البطولة الوطنية وتسوية لرزنامة الجولتين 19 و20 شباب الوزداد في مهمة تعزيز الصدارة أمام مولودية وهران، شباب قسنطينة في مواجهة الباك وأبناء الجنوب يستقبلون نجم مجرة. في النشرة أيضا، الأمين العام للكاف يختتم زيارته بالجزائر تحسما لكأس أفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة. أهلا بكم إلى التفاصيل والمستهل بعملية سحب قرعة الدورين الثمن والربع النهائيين لكأس الجزائر التي جرت سهرة أمس بنادي الجيش بابن مسوس وأسفرت على مباريات واعدة تجمع بين تلك التي تبحث عن التأكيد وأخرى لصنع المفاجأة. نتابع وإياكم في الجدول التالي نتائج القرعة. وخلال عملية السحب كان لرؤساء الأندية المتأهلة طباعة حول مواجهة دور الثمن مباشرة عقب نتائج هذه العملية. خدمتنا قرعة اليوم، فخرجنا بريمير تيرور اللي احنا نرسيفي ما شاء الله، ومرحبا بحاسي مسعود في البليدة ان شاء الله. القرعة متكافئة جدا بحكم ان الزاوية تلعب في نفس القسم مثل حاسي مسعود، لكن المقابلة حتكون قوية إن شاء الله، ونتمنى الأحسن راح يفوز. الشيء اللي نأكده أنه فريق شباب الجيجل سيتنقل إلى الصورة بكل حظوظه ويلعب إلى آخر يعني الأنفاس، ولما لا تحقيق يعني المفاجأة والعودة بالتأهل إن شاء الله من الصورة. إن شاء الله كما يقول لك لعبوا حظوظنا كاملة بكأس الجمهورية، وإن شاء الله هذا هو طلب الأنصار باش يكون عندنا نمشيو الأدوار متقدمة، والحمد لله يعني كنستقبلوا فيه بالشر شيء يزيد يشجعنا. رانا دايرين هذا يعني لو تيراج وصور هذا جاب لنا ترجي مستغانم، مرحبا بهم. مالغريكو هو ينشط في الدرجة الثانية يبقى فريق كبير، وفي الكأس الجزائر ما كانش فريق كبير ولا فريق صغير، الكأس هي اللي تختارك، وإن شاء الله تكون مباراة في القمة إن شاء الله. حنا مادا بين نروحوا للأدوار المتقدمة، والفريق أتلتيكو بارادو مدرسة عنده لاعبين شبان، لاعبين كما قال لك يعرفوا يلعبوا الكره، وان شاء الله كما قال لك اللي يكون روح رياضيه هي اول شيء، وان شاء الله اللي يكون مليح في هذاك النهار يكون فايز ويتاهل الى ربع النهائي. طموحاتنا كما يعلم الجميع ان في عامنا الاول في المرتدف الاول ان شاء الله نتنقلوا لمدينه اقبو باش هذاك نمشيوا في هذه المسيره اللي رانا درناها في البطوله. C'est vrai, c'est la première fois de nouveau vers les huitièmes de finale. Nous rêvons déjà avec le MCO de le Bayad. Alors, comme on dit, jamais 203. Nous connaissons, bon, c'est vrai que nous sommes allés deux pieds en deuxième division. Donc, les joueurs vont se concentrer sur la Coupe d'Algérie. Inch'Allah, on ira le plus loin possible. Karn Blik Takvouj, Tchter Imaoulanis. دائما مع كأس الجزائر والتصريحات التي أدلى بها رؤساء وممثلي الأندية الذين أبانوا على طموحات كبيرة في بلوغ الأدوار المتقدمة. نتابع في ميكروفون التلفزيون الجزائري. نظن أن سيدة الكأس هي التي تختار سيدها، ما فيش فرق كبيرة وفرق صغيرة في هاد الكأس الجمهورية. نتمنى ان شاء الله تسود كل المقابله تسودها الروح الرياضيه. حنا كما قلت لكم قبل الهدف الاول تاعنا ان شاء الله يبقى صعود للقسم الثاني، وان شاء الله تكون مباراه في المستوى مع فريق كبير امام شبيبه الابيان ان شاء الله
عنده تاريخ وإن شاء الله نكونوا في المستوى. كأس الجمهورية تبقى هي القرعة في حد ذاتها هي إثارة وتشويق، والمباريات كذلك فهي إثارة وتشويق، والمنافس نعرفه يعرفنا منيح ومنافس محترم، ونقول ما نقولش الأقوى هو اللي راح يفوز، نقول الأوفر حظ هو اللي يفوز إن شاء الله. نحن مقابلة الكأس نسيروا سيرناها مقابلة وين فزنا في الزيزيام دي فينال على اتحاد بسكران، بزنا تأهلنا فزنا على فريق شبيبة القبائل. مي احنا مباراة الكأس احنا نلعبوا الحاجة، مباراة الكأس مباراة فايدة، احنا واش الحاجة اللي جات فايدة مرحبا بها. انا راح نمشي ونلعب المقابلة تاعي بجدية، ونطلب من المنافسة راح تكون شرسة بيناتنا، ولكن نطلب الروح الرياضية اللي راح تفوز في الأخير. ان شاء الله نستضيفوا جمعية الخروب ونقول لهم مرحبا بكم في المدينة المضيفة مرواقية، وعودتنا مباريات الكأس ما كاش فريق صغير وفريق كبير، وهاي لا بروف رانا هنا اليوم قدامكم 32 كنا هنايا، وان شاء الله مازال نزيدوا المشوار مازال قدام. فريق برج منير فريق محترم، يعني عنده لاعبين في المستوى، راح نتنقلوا نلعبوا عنده، ان شاء الله تكون مباراه في المستوى ان شاء الله، والميار الاحسن هو اللي راح يفوز. يعني احنا ان شاء الله المقابله هذه راح ناخذوها بكل جديه، رغم يعني ماهوش الهدف تاعنا، لانه الهدف يبقى وهو يعني ضمان البقاء للفريق، يعني الموسم هذا راه يعاني من كل النواحي. ان شاء الله احنا راح نلعبوا مقابله، لكن يبقى الهدف تاعنا هو يعني البقاء في القسم الوطني الثاني. تجدر الإشارة إلى أن تاريخ إجراء مباريات الدورين الثمن والربع النهائيين سيكون يومي 28 و29 أفريل، بينما برمجت لقاءات ربع النهائي يومي 12 و13 مايو، وحدد التاريخ سحب قرعة النصف النهائي يوم 17 مايو المقبل. يوم 28 و29 من الشهر الحالي أي في شهر أفريل. بالنسبة للمباريات الربع النهائي فستجرى يوم 12 و13 من شهر مايو المقبل إن شاء الله. كما سلف لنا أن ذكرنا، الفريق الذي سحب الأول له الحظ في يعني في الاستضافة على أرضية ميدانه، وبالمقابل فهو مسؤول عن كل تنظيم فيما يخص المباراة. إلى آخر مستجدات المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة الذي يواصل تحضيراته بمركز سيدي موسى استعدادا لكأس أفريقيا للأمم بالجزائر، العناصر الوطنية بقيادة رزق رمان وكذلك رفقاء مسلم أناتوف سيواجهون غدا الثلاثاء المنتخب البوركينابي في ودية ثانية تجمعهم بملحق ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، يجرب فيها المدرب مختلف خطاته مع الوقوف على مدى جاهزيتهم قبل الإعلان عن القائمة النهائية يوم 20 من هذا الشهر. وسيمنح الطاقم الفني 3 أيام راحة للاعبين بمناسبة عيد الفطر المبارك قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من التحضيرات، حيث سيشرع في تربص أخير يسبق الموعد القاري لهذه الفئة العمرية يوم 24 أفريل الجاري بمركز سيدي موسى. في بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم وتسوية لرزنامة الجولة 18 يستقبل مولودية وهران سهرة غد المتصدر شباب بلوزداد. قراءة في المباراة مع وليد غريبية. القمة الكلاسيكية الأكثر لعبا في الرابطة المحترفة سيكون ملعب أحمد زبانة مسرحا لها عندما ينزل المتصدر شباب بلوزداد ضيفا على مولودية وهران صاحب المركز 12 في مباراة بين نقيضين. أشبل المدرب نبيل الكوكي الذين حصدوا نقطتين فقط من أصل 6 نقاط ممكنة في آخر مباراتين بتعادلين أمام بسكرة وبارادو، يسعون لتعميق الفارق عن أقرب الملاحقين وقطع شوط كبير نحو حسم اللقب مبكرا قبل خوض غمار ربع النهائي للمنافسة الإفريقية الأسبوع المقبل، خاصة وأن التعثر مجددا قد يدخل الشك في نفوس المناصرين وحتى رفقاء خير الدين ميريزيغ. في الجهة المقابلة
مهمة الشباب لن تكون سهلة في مواجهة منافس جريح. المولودية الوهرانية تملك في رصيدها 27 نقطة، تسعى للظفر بالنقاط الثلاث لتعزيز حظوظها في ضمان البقاء وتجديد العهد مع الانتصارات، وهي التي لم تفز في آخر أربع مباريات بخسارتين في مقرى وشلف وتعادلين في آخر مبارتين داخل الديار أمام شباب قسنطينة واتحاد خنشلة، وأي تعثر ثالث قد يدخل رفقاء محمد نعماني في مشاكل هم في غنى عنها. بين فريق يسعى للابتعاد في الصدارة وآخر لضمان البقاء، قمة الحمراوة وأبناء العقيبة بست نقاط، الفائز بها سيقطع شوطا كبيرا لتحقيق هدفه المنشود. وتسوية للجولة 19 من البطولة الوطنية، يستقبل شباب قسنطينة غدا نادي بارادو على الساعة 3:45، يطمح فيها أصحاب الأرض للمواصلة على سكة النتائج الإيجابية، وتأمل تشكيلة الباك للابتعاد أكثر عن منطقة الخطر. المباراة الثانية تجمع بين شبيبة الثورة ونجم مقرى على الساعة 10 مساء، تسوية لرزنامة الجولة 20، يستغل فيها أبناء الجنوب فرصة العودة إلى سكة الانتصارات. نمر إلى آخر تحضيرات شبيبة القبائل الذي يستعد دور ربع نهائي رابطة الأبطال بملعب الخامس جويلية يوم الجمعة المقبل على الساعة 8 مساء. التشكيلة القبائلية تواصل تحضيراتها بملعب تيزي وزو، يركز فيها الطاقم الفني على الجانب البدني مع رفع معنويات الفريق الذي يتخبط في سلسلة النتائج السلبية في البطولة الوطنية، فضلا عن تصحيح العديد من الأخطاء التي وقع فيها الفريق سابقا. من جانبه اتحاد الجزائر يحضر بجدية كبيرة وبتعداد كامل لمواجهة نادي الجيش الملكي في إطار دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية، وعرفت الحصة التدريبية لنهاري الأمس اندماج اللاعب مصال مرباح بعد غياب دام لستة أشهر بسبب تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي. الطاقم الفني بقيادة عبد الحق بن شيخة سطر برنامجا مكثفا على أمل الإبقاء أو إبقاء الفوز في الجزائر وتسهيل المهمة في مباراة الإياب. في خبر آخر، اختتم الأمين العام للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم فيرون موسين غومبا زيارته بالجزائر تحسبا لمنافسات كأس أفريقيا للأمم 2023 لأقل من 17 عاما. زيارة قادت ممثل الكاف إلى ولاية البليدة كمحطة أولى شهد فيها عرضا مخصصا للإمكانيات التي تزخر بها الولاية ومشروع إعادة ترميم ملعب الشهيد مصطفى شاكر. بعدها تنقل لتفقد مختلف فضاءات وأقسام المنشأة الرياضية، وجمع الأمين العام أو جمعت الأمين العام للكاف أمس جلسة أو جلسة عمل مع وزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حماد على مستوى دائرته الوزارية. مشاهدينا الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى ختام الموعد الرياضي، شكرا لكم على المتابعة، صحتكم والسلام عليكم.